الغربية. ولهذا تجدون الآن في هنا يصر السيد الخامنئي السيد القائد يصر على هاي النقطة، وهو أنه إحنا نحتاج إلى ماذا؟ ها؟ شنو؟ لا نظام إحنا، طريقة حياة إحنا نعيش. وهو يم جلسات بشكل مباشر، هو يشترك حتى، ولكن إلى الآن أنتج أو لم ينتج ولا ينتج. لماذا؟ لأن أولئك الذين يريدون أن ينتجون، ها التفت جيدا، هم درسوا أين؟ هناك، ومشبع بذيك النظريات، لا يمكنه أن ينتج، فاقد الشيء. تقول حوزة، أقول مع الأسف الشديد الحوزة آدم لا تعيش العصر وثقافة العصر حتى تستطيع أن تنتج. بعدها مشغولة بشنو مولانا؟ ها؟ شنو؟ كتاب الطهارة، كتاب الصوم، كتاب أوقات الصلاة، كتاب، وأليس كذلك؟ كتاب الحج، الآن بعضهم دا يكتب مولانا دورة حج 10 مجلدات 20 مجلد. تکفیر و رمی و این حرفا رو بایستی از حوزه برانداخت، اونم در داخل حوزه نسبت به علمای برجسته و بزرگ یه گوشه از حرفشون با نظر بنده حقیر مخالف بنده دهن باز کنم. هو ان ذیک المجتمعات استطاعت ان تتقدم وتغزو اوروبا في عصر الظلام، ولكنه عندما ذهبت الى الهوامش صارت شنو؟ متخلف. وإلا لو تروح أنت في صدر الإسلام، يعني القرون الأولى الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، الإسلام متقدم لو مو متقدم ولا في كل المجالات، من طبيعية وإنسانية وفلسفية، ولا يخاف، يترجم كل شيء من الأمم الأخرى. ترجم أو لم يترجم؟ نعم ترجم، وترجم وترجم، من اليونان، من الفورس، من ترجم. خاف منها أو لم يخاف؟ احنا سوينا فقه مولانا، سوينا يحرم قراءة كتب الطلبة. شوف ذيك الثقافة وين، ذاك الإطار الفكري أين، والإطار الفكري ماذا عندك أين؟ ليش ما انحرف المجتمع؟ ليش قوي يوما بعد آخر؟ لماذا؟ لأن الأدوات التي كان دي يحصن بها المجتمع كانت ما هي؟ ما أريد أقول لا توجد سلبيات، أبدا كانت موجودة، والعقل الفقهي موجود، وهو استطاع بعد في القرن، بعد القرن الخامس والسادس إلى القرن الثامن، عصر الانحطاط وصلنا إليه، وصلنا، والآن ما نعيشه هذا.